أنا عارف إني غلطت في حقك، عارف إني اتهمتك بالظلم والخيانة، وعارف إن أنا قتلت ابننا بإيديا. سامحيني أرجوكي. بعد كل اللي بتقوله ده وعايزني أسامحك؟ أنا كنت زي المجنون، ما كنتش شايف قدامي. انت لو حطيت نفسك مكاني ولو للحظة واحدة كنت عملت قد اللي انا عملته مليون مرة. بس بعد نتيجة مدامي واتأكدت من التحاليل ان انا خلصت عليك وبقيت هتكلف، عرفت ان انا ظلمتك، ظلمت نفسي، قتلت ابني. سام، سام انا جايلك قدام اهلك عشان انا اصلح غلطتي. أرجوكي سهل كده جاي في لحظة وعايز ننسى؟ هننسى سوا، كنا سوا على المرة قبل الحلوة، لكن انت خنت عمري وربنا شاهد عليا. سامي انا بحبك، يعني مش ممكن اخون. الخيانة مش لازم تكون مع واحدة. انت خنتني يوم ما اتهمتني في شرفي، يوم ما ظلمتني واتجنيت عليا. انت لو بتحبيني بصحيح زي ما بتقول كنت حسيت بيا، كنت حسيت بمشاعري. انت ايه؟ انت ايه يا اخي؟ ما بتحسش؟ سهام قدري موقفي، انا كنت عامل زي المجنون مش شايف قدامي. انت اكتر واحده في الدنيا دي كلها عارفه ان قد ايه موضوع الخلفه ده بتعبني. خلفه؟ انت ليك عين تتكلم عن الخلفه؟ انا كرهتك وكرهت الخلفه واللي بيخلفوها. حرام بقى، كفايه. سامي انا عايز اقول لك حاجه، انا خلاص تعالجت على فكره يا عمي. انا لسه جاي من عند المأذون دلوقتي حالا. انا رضيت سهام تاني عشان نرجع بيتنا ونعمل الاسره اللي كنا بنحلم بيها طول عمرنا. سامحيني بقى عشان خاطري. لا لا يا سيف، يمكن كان قبل اللي حصل كان ممكن، انما دلوقتي لا. انا لا عايزاك ولا عايز اخلف منك. انت ايه؟ ما تفهمش؟ بعدين يا بنتي استهدي بالله مال. يا بنتي جوزك عرف غلطته وجاي عشان يعتذر لك ويرد لك كرامتك. وابني اللي قتله بايديه هيقدر رجعه لي؟ انت ليه قاسي عليها بالشكل ده؟ القسوه دي اتعلمتها منك. لازم تسامحيني، اعتبريها فرصه اخيره. يا ما سامحتك، لكن مفيش فايده، مفيش فايده. سامحتك من ساعة ما زورت التحاليل ولا ناسي؟ سامحتك ساعة ما اتهمتني ان انا عاقر وقعدت تتفرج عليا وانا باخد ادوية تضرني عشان تداري نقط ضعفك؟ ما فكرتش ساعتها غير في نفسك؟ انت ليه مش عايز تنسي الموضوع ده؟ لانه ما يتنسيش. غلطت ان انا استمريت معاك بعدها. كان لازم نتطلق عشان يمكن لو كان حصل ده ما كانش حصل اللي بيحصل لنا دلوقتي. انت عارفه ان كانت ظروفي كلها متلخبطه، الحمد لله كل حاجه دلوقتي اتظبطت. خلاص بقى. للاسف انا ما ظروفك اتظبطت، كانت مشاعرنا ماتت. انا اسفه يا سيف، مش هقدر ارجع لك عشان مش هقدر اسامحك. على كل حال انا هسيبك يومين كده تهدي وتفكري وبعدين نبقى نتكلم. مفيش بعدين، انا مش عايزاك. انت ما بتفهمش. عيب كده، ده مهما كان لسه جوزي. خليها على راحتها يا عمي، سيبها تطلع كل اللي جواها حقها. عارف هي تعبانه قد ايه. على كل حال مش وقت كلام، لينا كلام بعدين بعد اذنكم. منال دي انانيه وتافهه وما تستاهلش النعم اللي بتتبطر عليها. طب اهدى اهدى يا هشام يا ابني، الامور ما تتاخدش بالنرفزه دي كده. مش قادر يا بابا، مش قادر اهدى. حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الو، ايوه نانسي، ازيك؟ عايشين الحمد لله. لا عملنا كبسه ورحنا نفتش، بس للاسف المكان طلع سايبر وما لقيناش الفيديو على ولا كمبيوتر هناك، وكله أنكر معرفته بأي حاجة تخص آدم. إن شاء الله، إن شاء الله. مع السلامة.
دلوقتي انا كلمت الضابط هشام وطلع ان الاي بي ادرس بتاع نت كافيه. ها نت كافيه؟ والفيديو ملوش اي اثر على كل الكمبيوترز اللي هناك. معقول؟ يا جماعه نت كافيه يعني سايبر، يعني مليون واحد بيدخل كل يوم، عمرنا ما هنعرف نحكمها. هو مش ممكن يكون اللي سرق الهارد ساكن جنب النت كافيه ده وبيروحوا كتير؟ واحتمال يبقى عابر سبيل وعمرنا برضو ما هنعرف نجيبه. انا حاسه النت كافيه ده هو فيه سر اللغز اللي احنا بندور عليه. يعني يعني لازم نروح المكان وندور على اللي سرق هناك بنفسنا. اذا كان بتوع امن الدوله ما عرفوش يجيبوه، احنا هنعرف نجيبه؟ يا جماعه بتوع امن الدوله كبسوا على المكان سد خانه مش اكتر، لكن احنا عايزين نثبت براءه صاحبنا اللي احنا متاكدين ان هو بريء. فلو رحنا هناك يمكن ربنا يدينا خيط يدلنا على اول الطريق. انا مع علي على فكره. Why don't we give it a try فعلا، بدل ما احنا قاعدين كده يمكن نعرف نوصل لحاجه. انا شايف انها فكره كويسه جدا. عندناش حل غير كده. منورين يا عرسان. عقبالك يا صبحي. يسمع من بوهك ربنا يستهان. مساء الخير عليكم جميعا. مساء النور. اتاخرت ليه يا خير؟ الشغل بقى ادم، اكل العيش مر، المهم في اخبار حلوه قوي عشانك. خير؟ صحابك مسكوا اول خيط لدليل براءتك. طب وانت عرفت منين الكلام ده؟ نانسي يا هنا كلمتني في التليفون علشان تطمن على ادم، فقالت لي الخبر الحلو ده قلت لازم ابشره بيه. يا ما انت كريم يا رب عشان تعرف ان وشي حلو عليك. امال ايه يا استهانه؟ ده انت وشي السعد والهنا كله. طبعا هروح البقاله جنب المزرعه اجيب حاجه واجي بسرعه. لا حبيبي اللي انت عاوزه اقول لك دلوقتي. انا لا مش مشكله، عايز امشي رجلي شويه. ما تتاخرش يا ادم. خلي بالك من نفسك يا ادم. الو مين معايا؟ انا اللي انت بتدور عليه، ادم امين عبد الحي. ادم انت فين؟ مش مهم تعرف يا باشا، انما اللي لازم تعرفه ان انا واحد زي اي واحد، كان نفسه ينفع بلده، كان نفسه يكون ايجابي. ولسه يا ادم ممكن تكون ايجابي لو سلمت نفسك واثبتت للعالم كله انك مش ارهابي. انا مش ارهابي يا باشا، اقسم لك بالله العظيم ثلاثة، انتوا اكتر ناس عارفين ان انا مش ارهابي ولا ليا فيها اساسا. بس انتوا عايزيني ارهابي فخلاص هبقى ارهابي. ليه؟ عشان ماما امريكا ما تزعلش. معاك حق، معاك حق يا ادم. روح يا باشا دوروا على الارهابيين اللي بجد. بس عشان نواجه الارهابيين اللي بجد وننقذك لازم تسلم نفسك، دي اول خطوه في مقاومتهم. وانا وعدك ان احنا هنحول قضيتك من قضيه راي عام دولي لقضيه دفاع عن النفس، بس لازم في الاول تسلم نفسك عشان نعرف نساعدك. يا ادم يا ادم انت مثال للشاب الجدع الشهم اللي كلنا لازم نفتخر بيه، بس الضغوط حوالينا كتيره قوي ومن كل ناحيه، عشان كده انا بطلب منك انك تساعدنا عشان نقدر نساعدك. انت عارف يا باشا ايه اكتر حاجه مزعلاني؟ ان انا لو كنت قتلت واحد مصري ما كنتش هتعمله كل ده. يا باشا مش ذنبنا، مش ذنبنا ان احنا ندفع ثمن اخطائكم، انتوا مش قادرين تواجهوا. يا ادم يا ادم دي سياسه، سياسه انت ما تفهمش فيها ولا تعرف فيها حاجه. انا مش بتاع سياسه يا باشا، انا بتاع اجتماع وتاريخ. والتاريخ بيقول ان مفيش ظالم بيتمادى في ظلمه الا لو ما لقاش حد يصده. انا بقى صديت ظلم يبقى ده جزائي؟ يا ادم سلم نفسك لمصلحتك. توعدني يا باشا اني ما اتظلمش وما تحولش لصابونه يغسل بيها النظام وشه قدام اللي بيحاسبوه. اولا النظام ما بيخافش من حد ومحدش يقدر يحاسبه اصلا، لانه بيحافظ على البلد، لان البلد دي بلده مش بلد حد تاني، وعمره ما يرضى لاولادها انهم يكونوا كبش فدا لحد. افهم بقى. كانوا يا باشا جابوا حقوق الغلابه اصلا، كانوا على الاقل وصلوا لهم ميه في بيوتهم، ولا بيوتهم ايه؟ اصلا في ناس ما عندهاش بيوت عشان يبقى عندهم ميه من اساسه. يا ادم انت في خطر، في خطر بجد صدقني. عشان خاطر اسمع كلامي، سلم نفسك واحنا هنحميك وهنحقق معاك بالعدل، ولو كنت بريء هنكون اول ناس تعلن براءتك، لانك ابن البلد دي وبراءتك تهمنا صدقني. ده لما اكون ابن وزير ولا ابن عضو من اعضاء مجلس الشعب ماشي. انما انا يا باشا ابويا كان راجل فقير والفرق بينهم كبير، وانت سيد العارفين. كلنا اولاد البلد دي يا ادم، كلنا اولاد مصر. يا باشا انتوا خليتونا زي القطط، القطط اللي بتاكل عيالها بحجه ان هي خايفه عليهم. بس القطط بقى يا باشا بتبقى خايف عليهم بجد.